السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباراة ريال مدريد اليوم المقدمة من الجولة 19 في الدوري الأسباني. قبل ما أبدأ الفيديو أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين المسلمين في فلسطين ولبنان والسودان وسوريا وفي كل مكان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأدخلهم في ساحة جناتك يا رب العالمين. اللهم أدخلهم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم انصرهم على الصهاينة. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم أهلك الصهاينة. اللهم أهلك الصهاينة. اللهم أهلك الصهاينة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. اليوم الأحد الأربعاء 4/12/2024، أتلتيك بلباو فاز على ريال مدريد 2-1. أحرز دفاعي أتلتيك بلباو أليكس برينجور في الدقيقة 53 وغوركا غورسيدا في الدقيقة 80. هدف ريال مدريد ضربة جزاء جت رودريجو إلغاء ضربة جزاء في 14، أو هي ما اتحسبتش يعني بمعنى أصح. في ضربة جزاء امبابي برضه سددها في الدقيقة 68 وضاعت، ما يشوطش تاني بقى الراجل الطيب ده. جوب بلنغهام سجل هدف ريال مدريد الوحيد في الدقيقة 78. طيب خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الأسباني وترتيب الهدافين. المركز الأول برشلونة 37 نقطة، ريال مدريد المركز الثاني 33 نقطة، يعني لو لعب المباراة المؤجلة له هو وكسبها يبقى 36، برضه هيبقى برشلونة المتقدم. أتلتيكو مدريد المركز الثالث 32 نقطة، أتلتيك بالبال المركز الرابع 29 نقطة، فياريال المركز الخامس 26 نقطة، ريال مايوركا المركز السادس 24 نقطة، وساسونا المركز السابع 23 نقطة، جيرونا المركز الثامن 22 نقطة، ريال سوسيداد المركز التاسع 21 نقطة، ريال بيتيس المركز العاشر 20 نقطة، إشبيلية المركز 11 19 نقطة، سيلتا فيجو المركز 12 18 نقطة، رايفايكان المركز 13 16 نقطة، لاس بالماس المركز 14 15 نقطة، ديبورتيفو الغنيس المركز 15 15 نقطة، ديبورتيفو ألافيز المركز 16 14 نقطة، ختافي المركز 17 13 نقطة، إسبانيول المركز 18 13 نقطة، فالنسيا المركز 19 10 نقاط، بلد الوليد المركز 20 والأخير 9 نقاط. ترتيب الهدافين، متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة سجل 15 هدف المركز الثاني، رافينيا لاعب برشلونة 11 هدف، والمركز الثالث أنتي بوديمير لاعب أسوسونا 9 أهداف، المركز الرابع كيليان مبابي لاعب ريال مدريد 8 أهداف، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. متصدر صناعة الأهداف، المركز الأول لامين يامال لاعب برشلونة صنع 8 أهداف، المركز الثاني رافينيا لاعب برشلونة صنع 6 أهداف، المركز الثالث أليكس باينا لاعب فياريال صنع 5 أهداف، وبراين زاراكوزا لاعب أسوسونا، وأوسكار مغويزا لاعب سيلتا فيجو، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. متابعين الكرام، اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.